برافو احمد. شكرا. بس انا شايفك متاثر بسمير الاسكندراني الاغنيه لي. بتحب تسمع مين قديم؟ بحب اسمع عبد الحليم حافظ، استاذ محمد عبد الوهاب، ام كلثوم. في طبعا ناس عمالقه زي الشيخ زكريا احمد، منشدين كبار زي الشيخ محمد عمران وهكذا. حيوا معايا المطرب احمد. الموهبة القادمة هتكون في الشعر مع الشاعر الشاب محمد رأفت. اسمي محمد رأفت محمود، عندي 22 سنة، من مواليد محافظة الشرقية مركز مني القمح. اكتشفت موهبة الشعر عندي من حوالي كده 6 سنين، وبعد كده اتجهت لأصول الثقافة، وبعد كده دخلت بقى الجامعة. أنا أول ما دخلت كانت إبداع 4، كانت مسابقة تبع لوزارة الشباب والرياضة، وكان أول مرة أسمع عنها. بعد كده اشتركت في إبداع 5 وحصلت على المركز الثاني على مستوى جامعة قناة السويس، واشتركت في إبداع 6 وحصلت على المركز الأول على مستوى جامعة قناة السويس، بعد كده اشتركت في إبداع 7 حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعة، وحصلت على المركز الثاني على مستوى جامعات وأكاديميات مصر. هقول النهاردة قصيدة بعنوان صندوق الوجع.
محمد رأفت الواحد لما بيكتب شعر بيكتب بيبقى أسير تجربة إنسانية. ليه صندوق الوجع وليه كل الأحزان والألام دي وانت شاب؟ يعني هي القصيدة هي عبارة عن تجربة، يعني تجربة مريت بيها. يعني القصيدة لما تكون تجربة صادقة بتبقى بيقدر الشاعر ان هو يعبر فيها عن ما يبقى خيال، اللي هو بيكتب خيال مثلا تجربة مرش بيها. فالتجربة لما صحيح. بتبقى صادقة بتطلع كل الوجع اللي جواه. انت بتكتب عمي ولا فصحى؟ لا عمية. عمية وغنائي. ديوانك القادم امتى؟ ديوان القادم بإذن الله في معرض الكتاب 2020 اخر قبل. حيوا معايا الشاعر محمد رأفت. الموهبة الثالثة والأخيرة معانا في حلقتنا النهاردة هتكون في الإنشاد مع المنشد ياسين مصطفى. أنا اسمي ياسين مصطفى عبد الفتاح، عندي 21 سنة، بدرس كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر. بدأت الإنشاد من سن 8 سنين، تربيت على صوت الشيخ محمد عمران، صوت النقشبندي، كل دول عمالقة الإنشاد. التحقت طبعا بالجامعة، بدأت أخش كورال الجامعة للإنشاد الديني، دخلت بعدها على طول أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، دخلت مسابقة إبداع 7 اللي فاتت، وإن شاء الله هغني النهاردة أنشودة يا إمام الرشدي.
ياسين مصطفى، أنا بحييك على الأداء أكثر من رائع، إمكانيات صوتية ما شاء الله يعني، وتمكن لغوي يعني أدائك باللغة العربية رائع. عارف إحنا صورتنا ناصر الدين طوبار وسيد النقشبندي طالب فاشني، هل أنت هتنشد بالكاكولا وال... والله هو زي ده بيبقى لي مكانه يعني لما مثلا بيكون في سهرة رمضانية في مسجد ما مثلا، مسجد الكبار في مصر بيبقى لي زي الخاص بتاعه. ممكن أكون في حفلة رسمية كبيرة جدا تبع يعني اللبس ممكن يتماشى مع نوع الحفلة اللي انت هتنشد فيها. حيوا معايا ياسين مصطفى. في نهاية حلقتنا بشكر أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو الشاب محمد أطامش. بشكر أيضا شبابنا الجميل اللي نورونا النهاردة. الشكر لحضراتكم، ولقائنا في حلقة قادمة من اتكلم براحتك. هتلاقي عدد كبير جدا من مواطنينا سواء في الريف أو الصعيد بيسيبوا قراهم وينزحوا إلى القاهرة فيما يسمى بالهجرة الداخلية. اللي في القاهرة ميزة مش لاقيها في محافظتها. أول حاجة مستوى المعيشة هناك، وغير كده كمان فكر الناس، ومستوى المعيشة في القاهرة أعلى من الأرياف. من الصعيد هو اللي مفهوش، هو اللي محتاج إن الموضوع يبقى أكثر تطوراً في المزيكا. عاشق بدوب والحلم واصل للسماء، كل الأماكن يا حبيبتي مسلمة. ومن مصلحة مصر ومصلحة الدولة كلها تنمية الصعيد.